بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع كامل البسيوني، كامل التفاصيل صباح هذا اليوم وبشريات الجيش في الفاشر وأيضا انتصارات الجيش في أم درمان وأبحري ومصفى جيلي وجنوب الخرطوم والقيادة العامة وشرق النيل والجزيرة والمناكل والنيل الأبيض والمهندسين. فما تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف استيون تفور ليصلكم كل جديد. نمشي ليه الجزيرة، محور الجزيرة نبدأ فيه. احنا كلمناكم وقلنا لكم محور الجزيرة فوق شغل. الان الناس دي شغاله متقدمه، الليله الجيش مشى واترحم، انتهى من 16 تاتشر دنيا زايده، 16 تاتشر جنجويديه دي للجنة انتهت، اكثر من 50 دنيا زايله من الملاقط، دقاهم دق العيش، جغام جغم، احتغل قبض منهم كميه، جابون حي، ما شاء الله تقدم ولا كلمه، تقدم ولا كلمه، ماشيين قدام بس. الان الجيش متقدم واترحم السلامه، الدنيا زايله 16 تاتشر، نفخ جد موت بالجمله، استلمون عديل، استلموا منهم كميه جنجويد، جيش متقدم لكن ما معروف واصل وين الان، ما معروف، لكن احنا بنعرف الحاجه. الفيديو طلع واترحم، للان الفيديو طلع وشفناه بعيننا وشفنا الشغل واترحم، دي المنطقه اللي الان وصلنا، دي اللي بنعرفها، شفناها بالعين، شوف العين بالفيديو، شفناها شوف العين بالفيديو. الخسائر حقتهم 16 تاتشر للجنجوي، اكثر من 50 دنيا زايله، استلموا منه الناس هذيل في العربات لا رافعينهم اسرى، استلمون جايبينهم مصورون ذاته الفدائي مصور فيهم، وضع تماما، وضع تمام فلو 14. محور الفاو نفس الشيء، متقدم في امانتي، ما في اي حاجه، شغالين ما شاء الله تبارك الله، ولا كلمه، ما في حاجه، القصة انتهت، اللغامة يا دعامة. نمشي المصفى، المصفى انضرب، لكن أنا لو سألوني شاهد بقول والله الجنجويد ضربوا المصفى، الجنجويد بيحرقوا في المصفى حقنا، أنا شايف كده، لا شفت لي حاجة ولا شفت الجنجويد ضربوا المصفى. سامع قالوا عديل ميتين فيهم، العدد الأول جوا من طلع من جوا قالوا أكثر من 191 جنجويد، دي الهلكة في اللحظات الأولى، قالوا تفجر بيهم خزان بتاع وقود كبير، كانوا قاعدين تحته بيشربوا في شنو، وقالوا تفجر، والله قال لك مش جلد، بيجوا زيت، قال لك بيجوا زيت عديل، زيت سايل، زيت زيت، عارف الزيت زيت، الناس اللي هنا في ود البخيت والمناطق دي والله اللهف عالي، لما خايفين انه النار تجوم بهنا، موت بالجملة، ولسه حتشوف التفاصيل، بيطلع هون بيصور وهون بيصور وهون حيصوروا وحيصرخوا وحيقول لك الجيش ضرب، اسمع كلامي ده كويس، حيوثقوا وحيصوروا لك الحالات وحيجيبوا لك بعد شوية وحتشوف بكام، حيقول لك الجيش ضربنا، هون حيقولوا لك كده، هون حيقولوا لك كده، حيجيبوا لك شوية من الناس الجوا حيقول لك الجيش ضربنا وحيجيبوا لك الصور، لكن الحصيلة المبدئية كميات، مبدئية كميات، لأنه دي حاجة ضخمة جدا جدا جدا. جو تاني الليلة ما شاء الله جو المدرعات بنفس المدرعتين وسايقين لهم هناي انجغموا. مدرعة ما قدروا دخلوها ب 10,000 جوا هناي بس عشان يقولوا يا لسه الجنجوي الدعم السريع يهجم على المدرع، يعني خلاص شغالين ما عندكم حاجة. بتشتروا لكم الناس بتجيبون تسطلون تفكون يموتوا، امشي تكتب خبر بكره تجيبوا ناس الثانيين تركبون بالصوت تجيبون يموتوا وبكره يكتبوا الخبر، الجهد الدعم السريع يهجم على المدرع، عادي انتم مريحاكم الكلمه دي. قسما بالله ان احنا مفروض ولا نكتب ذاته الخبر ده يا جماعه، والله مفروض نتفق. تان اي خبر للدعم السريع حاجه ولا نذكره. هون دايرين بس الخبر ده، شفت الخبر ده؟ انه هون لسه مستمرين. الليله جغموا منهم كميه. امس اتجغموا كميه ولمس اتجغموا كلهم جداد. سحبوا ناسنا في شرق النيل، خلوا المستنفرين. سحبوا ناسنا في شرق النيل. خلوا لهم مستنفرين هناك وجابوهم كلهم على 3 يوم كلهم رموهم في النار. بس عشان شنو؟ عشان يطلع خبر يقول لك ولسه
دعم سريع لسه عندك ما عندك اي حاجه والله، ما عندك التكتح، ما عندك التكتح، ما عندك كيك بيلف الغرفه بتاع شرق الجزيره، بيقول لهم ده من اي قريه 50، اي قريه قال لهم فرض عليهم اي قريه 50، في واحد بالله سامع عندنا قال لي خلاص جند لي 50 50 من اي قريه، احنا بنقول لك بيجندوك انت دنيا زايد، تغاوي ما تمشي معاك، كتلة كيكل احسن من كتلة الجيش، اسمع كلامي، كتلة كيكل اديك طلقة وتموت افضل لك من كتلة الجيش، افضل لك من كتلة الجيش، طلقة كيكل بتتكتب شهيد، لكن نهرة الجيش حرقة الجيش دي مشكلة كبيرة والله العظيم، لانهم انتهوا ما عندهم حاجة، ما عندهم اي حاجة، حاجة كده ما عندهم، الآن بيلقطوا في البواقي وبيعملوا لهم منظر منظرين، وكلهم أغلبيتهم شتتوا الضعين، شفت الناس اللي معاكم كلهم مشوا الضعين، الليلة الموتة دي فيها كمية الناس اللي كانوا معاكم بهنا كلهم انجغموا مع الناس الجايين من برا، ما قبل أيام قلنا الناس كلهم الجنجويد بلغوا الضعين كلهم عملوا متحرك وماشيين الفاشر، انتقموا لعلي يعقوب، ماشيين انتقموا لعلي يعقوب، الليلة لحقوا علي يعقوب، والآن هم علي يعقوب قاعدين في نار جهنم يتونسوا، اي ماشيين يلحقوا علي يعقوب كلهم ساقون سحبون، يلا كون يلا كون، مش الضعين ومقرون قاعده تزغرغر، تطلعوا الجماعه تنفخوا مشوا ركبون لك المشترك ركوب الجن، ركبون وصلون طوالي، ولا هذاك الضعين فارشين بيك سايب كان انقرون كملت الشاوز، انقرون كملت الشاوز، ما في حاجه، القصه انتهت، القصة انتهت، والآن بحري والله بالعدد بالعدد بالعدد، واحد اثنين ثلاثة بالعدد، الآن كملوا 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 عديل كملوا، ما في حاجة أصله، ما في شيء، القصة انتهت طح، ما في حاجة عشان أقول لك أقعد أكذب عليك أقول لك والله يجو. يا خامس شفنا القيادة العامة، شفنا الجيش برا بيوين، شفنا الناس زي ماشيين، شفت لكم طلقة، سمعت لكم طلقة ماشيين بالشارع بتعنين الجيش، صوروا به هنا ومشوا لفوا به هناك وماشيين، في حاجه يا جماعه؟ ما في شيء، الليل الغايد حقهم بتاع بري جابوهم من بري لموهم كلهم ودوهم كلهم انجغموا، كلهم الغايد بتاعهم في بري انجغم، في شنو؟ ما في حاجه، ما في شيء، مما تلقى القحاطه يبكوا وحمدوك والناطق الرسمي وضربونا وخمسين، خلاص اضرب الخمسين دي في سته في سبعه، اضرب الخمسين في ستة في سبعة، ديل جنجويد وعلى بكرة ابيهم طيران، كانوا عاملين كمين وحارسين الجيش يجي ولارتين، الطيران جاء وداهم طوالي لله، ما عندهم اي قوة، عشان كده كيك اللافي في الغرب بتاعت شرق الجزيرة بيطالب بانه لازم يجندوا له 50، ليه؟ لانه بهناك في 300 400 500 حرقوا ولعوا نار جدا جدا للجنجويد في قريه من الغرى، قريه 32 ولا قريه من الغرى، شايفين النازل من نمي سبكو، احنا قلنا يا الله فيشنا، اقسم بالله ما كنا عارفين، قول بعامش طلع بيان من الدعم السريع يدين انه الجيش، قلنا يا الله فيشنا، ديل دايرين يعملوا لون حاجه في ده، احنا خدتينا هون دايرين يعملوا شيء، هنا طلعوا امس الليله طلعوا، لما سالنا تحت سالنا هناك لقينا الناس زي المبلولين بل العيش، لقيناهم مبلولين بل تقيل، خلاص هناك الطيران حارق حريق جد، لهم كميات كبيره بقى عرباتهم كلها اشتغل فيهم طيران سيم، الناس زي شفت زعلوا زعل، ليه؟ لانه كانوا القوات اللي عندهم هناك منتظرين بها القوات الجايه من الفاو، منتظرين بها القوات الجايه من الفاو، عشان كده زعلانين زعل 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 ما طبيعي، زعل ما طبيعي، حيطلع يتكلموا القحاطة تقدم تنتغي التقدم، وين؟ ما شفنا واحد من المدينة واحد القرية 21 طلع دان قال الطيران، ولا شفنا لنا واحد سوداني طلع دان قال الطيران عمل لنا نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير، لايك واشتراك في قناة لايف 24 والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. كامل بسوين جاب موقف العمليات بتاع الجزيرة، صحيح أمس كانت تقدم كبير للقوات المسلحة في داخل الجزيرة،
صحيح الجزيرة طبعا ولاية كبيرة جدا، أكثر من 1000 قرى طبعا، وجزيرة طبعا كبيرة ومنطقة مختلفة، لأنه ما زي الدارفور كده. الدارفور طبعا منطقة صحراوية، لأنه منطقة صحراوية، وبعدك أرباط دي بمشي في أي اتجاه زي بتاع الفاجر ده عادي جدا يعني، بمشي أرباط طبعا يعني بتحرك بأي جهة، ولو في أي يعني حركة أو لو في أي طبعا أدو برضو ممكن شنو بمشي بغض الشغلانة دي. لكن في جزيرة شوية كده صعب، لأنه شواري وطبعا شوارع معروفة الآن فيها طرقات بتاعت الموية، وعربات ما بتحركوا لأنه شوية كده صعبة، وبالذات في الخريف شوية كده صعب. إذا كده الجزيرة كان أيامات الفات كانت فيها صمود شوية كده، لكن الحسي القوات المسلحة اتحركوا طبعا، وفيها انتصارات طبعا، انتصارات كبيرة جدا في داخل الجزيرة. صحيح أمس كانت في منطقة أم رحمة فيها ارتكازات طبعا بتاع جنجويد، جقم أكثر من طبعا 16 في الجزيرة في منطقة دي، وصحيح دي طبعا ارتكازات، وأكثر من 50 جنجويد دنيا زايلة طبعا في نفس المكان، لأنه دي الارتكازات وكده. طيران أمس مش حصلهم بعدك شنو نظفهم لك نديف زي نديف. في الجيل أمس جنجويد انجموا برام بأكثر من 191، ولقينا طبعا فيديوهاتهم طبعا في داخل مصفاة الجيل. الجيل محاصر طبعا معروف، وما في طريق للخروج كده، لكن الناس اللي في داخل الجيل ده ما اعرف خيطوا عملوا شنو، انجموا برامج كده انا ما عرفنا، لكن لقينا فيديوهاتهم. هو النصر للقوات المسلحه في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم، ولقدام ونصر قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.